لانا يعني بتخيل الاجواء الرمضانيه اكيد في الاردن في لها طعمه خاصه وترتيبات خاصه وتحضيرات، احكي لنا شوي اكثر عن الاجواء في الأردن. الاردن من شمال الاردن لجنوبه من كل مناطق الاردن والمحافظات نفس العادات. ما يميز شهر رمضان انه الاسره الاردنيه بتبدا تجهز، يعني احنا كل اسرنا هلا بلشت وانا بلشت اجهز لشهر رمضان. اللي بيميزها انه اللي هي صله الرحم بتصير واضحه كثير بشهر رمضان، لمه الاسره، لمه العيله، كل الاسر الاردنيه في شيء واحد بتجتمع ايضا عليه، هم وقت الافطار بيكونوا انا رح احكي يعني متحيز شوي، لكن بكل موضوعيه بيكون الكل حاطط على شاشه التلفزيون الاردني بيستنى انه الاذان، الاذان هلا بده يعني يؤدي. أيوة. فبتكون لمه الاسره في هاي الوقت على شاشه التلفزيون الاردني، وبعد هيك بتبدا اجواء ما بعد الافطار. اول شيء ببلشوا فيه دائما المجتمع الاردني الشاي، القهوه، اكيد اكيد، وبعدين هيك السهرات واللمات الحلوه. الاسر بتتزاور بشهر رمضان بشكل كثير اوضح واكبر يعني. اكيد السحور كمان، ايه الاخبار السحور؟ انا بدي احكي لك يعني هلا السحور هو لازم في شهر رمضان كل الاسر الاردنيه، بس هلا بيستمر عندنا السهر طول الليل لوقت السحور لحد ميعاد السحور، يعني زي مصر في أكيد نفس الشيء طبعا اكيد في فلسطين يعني. طيب خلينا كده نروح، بما انه لانا موجوده هنا خليني انا اخدكم ونعرف ماذا يحدث في الاردن، يعني كيف يستقبل اهلنا ويستعدوا للشهر ويستقبلون شهر رمضان المبارك. إلى الأردن. الأردن، هذه الشوارع والطرقات والمساجد والأسواق وكل هذه المعالم الرائعة في المملكة الأردنية الهاشمية تتغير بشكل جذري مع نهاية شهر شعبان وبدء تلمس هلال رمضان في الأردن، فالناس هنا تنتظر الشهر الفضيل بفارغ الصبر حتى تنتعش الأرواح وتمتلئ القلوب بالفرح وتعبر بالإيمان والتقوى. قبل أيام قليلة على وصول الشهر الكريم إلى الأردن تنشط الحركة التجارية في الأردن، فكل العائلات تسعى لشراء ما يلزمها في شهر رمضان دون نسيان الزينة الرمضانية الرائعة التي تبدأ بالانتشار كل يوم حتى يعلن وصول شهر رمضان إلى الديار، وما أن يتم إعلان الشهر الفضيل في وسائل الأعلام حتى يبدأ الطقس الأول من طقوس شهر رمضان وهو صلاة التراويح. فكم يكون المسلمون في الأردن مشتاقون لهذه اللحظة بعد مرور عام كامل على غيابها، فيتوجه الناس رجالاً ونساء إلى المساجد القريبة لأداء صلاة التراويح وعقد النية على الصيام في هذا الشهر والدعاء إلى الله عز وجل. من الأشياء الجميلة في الأردن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان هي الخيام التي تنصب في الساحات والأحياء، وهذه الخيام تتحول إلى مضافات تقام فيها الموائد الرمضانية الرائعة للفقراء ولأبناء الحي، وليكون الجميع مجتمعين مع بعضهم البعض يتناولون الفطور الرمضاني مع عابري السبيل والمحتاجين في جو من المحبة يسمو بأرواح عباد الرحمن الذين يسعون للخير في شهر الخير. لا شيء أجمل من لمة العائلة في شهر رمضان، ففي هذا الشهر الكريم تجتمع العائلات مع بعضها البعض إما في وقت الفطور أو في السهرات الرمضانية بعد صلاة التراويح، فأهل الأردن يقضون ساعات النهار في عملهم بانتظار لحظة أذان المغرب، ومع اقتراب موعد الأذان تجتمع العائلة الأردنية حول المائدة الغنية بالأطباق التقليدية التي يحرص أهل الأردن على أن تكون موجودة على سفرتهم، ومن أهمها وأشهرها في المملكة المنسف الذي يعتبر سيد المائدة. الله أكبر الله أكبر. الله ولا
ننسى العصائر المفضلة في الأردن كالتمر الهندي وقمر الدين والجلاب، يحضرون الحلوى الرمضانية أيضاً فوراً بعد الإفطار. بعد وجبة غنية يبدأ وقت الشاي الأحمر مع بعض قطع القطايف اللذيذة، حتى حين الاستعداد للرجال والنساء للذهاب إلى بيوت الله لأداء صلاة العشاء والتراويح. وفي هذه اللحظة تكون القلوب سعيدة بما فعلت من خير خلال النهار ومن طاعة وعبادة لله عز وجل، فتجدهم جميعاً صفاً واحداً بين يدي الله عز وجل طالبين الرحمة والمغفرة والعتق من النار.